السيد خالد المشري مانيش عارف هل هو يتكلم في القمر أو يتكلم على الأرض. أولا السيد خالد المشري يعرف شن كان وضعه في أيام المؤتمر وشن كان وضعنا أيام المؤتمر، لكن أولا ما فيش العدد هذا، والله ما في 30. نعرف من هم الدكاترة، معروفين فلان وفلان فلان، إلا إذا خديت الدكتوراه توا عضو مؤتمر وخديته دكتوراه، ولا عضو مجلس دولة وخديته دكتوراه، هذه ما نعرفهاش. ممكن طبعا نبيش نتكلم أنا هني، أسكت يا لساني أسكت يا لساني. لكن أبو نقول لك، ما دام يا سيد خالد المشري عارف عندك كفاءات، أنت لا عندك ماجستير لا عندك دكتوراه، ليش ما تنزلش للدكاترة على رئاسة مجلس الدولة ما دام عندك هالكفاءات هذه؟ ما دام عندك الكفاءات، ليش أنت قبل كم قبل الانتخابات الأخيرة تفزع والنبي غير أسكتوا علي أسبوعين هذا وخليني نكمل الانتخابات؟ وما وكذا وما تلقوش خير مني وكذا. ما دام عندك الكفاءات هذه المفروض راك وخرت وقلت لهم يا اخواننا خلاص انا شديت دوره ولا دورتين، تفضلوا يا دكاتره اللي عندي مش 30، راك سلمت لي نفرين منهم. هذه الرد الاول، غير كان المعيار هذا عندك. ما دامك انت تتكلم بالمعيار هذا يا سيد خالد المشري، معناه معيار معتبر الشهادات وكذا، ولا انا غلط؟ ما هو لما بتقول كلام لازم بتسمع الرد. ما دام المعيار هذا موجود عندك، معناها المفروض ادبيا اخلاقيا، ما دامك انت تحتج به الان، راك وخرت وخليت واحد من الدكاتره يتقدم، ولا دكاتره ما ينفعوش ان توخر لهم وتقدمهم، توخر انت ويقدموا هم، لكن ينفع انك اليوم تحتج بهم. هذه الاولى. ثانيا لما تكلم عن الفساد، النائب نتاعك ناجي مختار، مش انا، هذا قضيه الجدران، هذه قضيه راي عام وصارت فيها لجنه التحقيق. وانا اذكر تماما يا استاذ خالد انك انت كنت اكثر واحد، انا كنت خارج المؤتمر الوطني، لكن انت كنت اكثر واحد متحمس لحبس، خلينا نقولها، وطلعت في لقاءات وتكلمت في قاعه المؤتمر يوم التصويت على رفع الحصانة وإنشاء لجنة من المؤتمر، لجنة برلمانية للتحقيق. أستاذ خالد خيرنا، هذه قضية فساد، قضية صكوك الجدران. رأي مصرف ليبيا المركزي واضح، واضح جدا. مش عارف يا شباب الانسرتات فيهم ولا، خليني للأسف الانسرتات مش موجودات، لكن طبعا خصصوا لهم حلقة. شنو ورانا احنا؟ طبعا خصصوا حلقة لملف ناجي مختار النائب نتاعك، ما هو تقول لي لم يسجل حالة فساد، نزيلك حالة فساد ثانية من اللي موجودين عندك، راهو من اللي موجودين في مجلس الدولة. قضيتك انت مع الرقابة، ما نبيش نطلع، ما نبيش نطلع من مكتب الرئاسة. انت قضية الرقابة قضية مشهورة جدا، وان مخاطب النائب العام لرفع الحصانة عليك واستدعاك للتحقيق. والسيد، وانا تكلمت شخصيا مع رئيس هيئه الرقابه في الموضوع هذا، وحكاه
وفي الأخير الراجل مش عارف، وانت تعرف بقية القصة، ما فيش داعي نتطرق لها، مش ما نغلط في حد. وعندك الآن، الآن داخل المجلس قضايا فساد رسمي، وبعض حكيته لي انت يا سيدي خذ الفجر شيء. تو نقعد نعرف المذابح ونطلعه في ال... لا، في قضايا فساد، في قضايا فساد يا استاذ خالد، ويكفي اكبر فساد استمرار هذا المجلس، واكبر فساد هو خيانة المؤتمر الوطني